عدد جديد من برنامج النهار تريندينج وأبرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدين أهلا بكم. الكثير مشاهدين في الوقت الحالي أصبحوا يطمحون للزواج لا لشيء سوى للبهرجة والتفاخر. قاعة عرس فخمة، مأكولات متنوعة والتي أغلبها للأسف يلقى في سلة المهملات، لكن مشاهدينا هذان الزوجان الفلسطينيان اختارا عكس ذلك، حيث قررا أن يتبرعا بالمبلغ الذي خصصاه للعرس للعائلات الفقيرة والمعوزة في مخيم المخازي بقطاع غزة. ومشاهدينا مثلما ترون في الصور اختاروا أن يشتروا بالمبلغ المخصص لعرسهم مواد غذائية ويوزعوها على الفقراء. الكثير من النشطاء مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه الصور وهذا الفعل لهذا الزوج وعلقوا: والله روعة، ربي يبارك في صحتك، ألف ألف مبروك عليك وعلى قلبك الطيب يا أخي العزيز، ربي يحفظك ويطول في عمرك. وأيضا مشاهدينا في تعليق آخر جاء: فكرة ولا أروع، تبارك الله عليك. كذلك مشاهدينا: ربي كمله بزواجه ويجعل الصدقة في ميزان الحسنات، أمين يا رب. ونحن كذلك من برنامج النهار تريندينج نبارك لهذا الشاب وعلى فعلته الجميلة. أما في الهاشتاج الثاني مشاهدينا لنهار اليوم، حيث كنا قد تطرقنا في وقت سابق لهذا الموضوع، وهو الأشخاص الذين يلقون عفوا بأكياس السميد في القمامة للأسف. مشاهدينا مثلما ترون في الصور للأسف أكياس السميد ملقات، يعني الخبز كذلك ملقى في سلة المهملات. وكان قد نشر وزير التجارة سيد كمال رزيق للمرة الثانية منشورا عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك معلقا على هذا الوضع، حيث علق هذه المرة: سلوكات تبذيرية التي ساهمت في عملية الندرة لمادة السميد، الرجاء عدم رمي هذه المادة وتقديمها للجمعيات الخيرية. مشاهدينا الكثير أيضا من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه الصور، حيث علقوا في التعليق الأول: جاء هادي في بلديتي يا أستاذ، رميت لأنها غير صالحة للاستهلاك للأسف، بعد الطابور الطويل والانتظار وجدت أنها غير صالحة للاستعمال. وأيضا مشاهدينا جاء في تعليق آخر: إذا كانت منتهية الصلاحية فلما لا تعطى لأصحاب تربية المواشي وأصحاب المداجن، خير من رميها، احفظ النعمة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. مشاهدينا بين من يقول بأن هذه أكياس السميد غير صالحة للاستهلاك وتم إلقاؤها في سلة القمامة، وبين من يقول بأن هؤلاء الأشخاص يعني قاموا بتبذيرها وإلقائها في سلة المهملات. أما في الموضوع الثالث مشاهدينا بهجة براءة، سنشاهد في هذا الفيديو يعني فرحة عارمة لأحد الأطفال وهو يحتفل بعيد ميلاده في المستشفى، هذا الطفل المصاب بداء كورونا، وفي الأخير وجه رسالة جد مؤثرة للجمهور لنشاهد. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you. Hey, joyeux anniversaire, mon frère. On va l'amuser. On va dormir. Inch'Allah. Merci beaucoup, la hakoutaï. Hey, qu'on est haja khaï. قعدوا في دياركم، يسراكم كيفنا، والله يشافيكم ان شاء الله. شو تقول لهذا؟ شو تقول لهذا؟ صحيتو هذا شو تقول له؟ صحيتو الله يحفظه. هيا راه مشاهدينا هذا الفيديو المؤثر لابد له من أن يثير الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيث تفاعل كثيرون أيضا معه وعلقوا: عيد ميلاد سعيد، عقبال 100 سنة، هما يحتفلوا معك وأنا نحتفل في الدار، وربي يشفيك. وأيضا مشاهدينا جاء في تعليق آخر: ربي يشفيه ويشفي جميع المرضى إن شاء الله، وانتم الأطباء والممرضون الممرضين اللي راكم سهرين على علاج وراحة المرضى، ربي يحميكم ويبعد عليكم جميع الأمراض ويعاونكم ويقدمكم
بقدركم على اللي راكم تقوموا به. وايضا مشاهدينا في التعليق الاخير جاء فيه ربي يشفيك ويحفظك ملاكي الصغير ويشفي المرضى وجزاهم الله خيرا الطاقم الطبي على رفع معنويات الطفل، هكذا نريد اطباءنا وممرضينا، وباذن الله باتحادنا نتجاوز هذه المحنه امين يا رب. مشاهدينا كانت هذه ابرز مواضيع نهار ترندنج لليوم. بهذا مشاهدينا نصل واياكم الى ختام عددنا لليله، القاكم غدا ان شاء الله نفس التوقيت ونفس القناه، الى اللقاء.